ده اول يوم اعمل فيه فلوج بقالي 5 ايام. ده رابع يوم. ده رابع يوم عامل فيه دايت. معلش يا جماعه منظري غريب. انا وزني كان 146 كيلو اللي فات. بدات اول 3 ايام عملت زي ديتوكس. استنى، لا، اول يومين عملت ديتوكس، ما كنتش بحط اي حاجه في بقي غير عصاير خضار بقى، فاكهه، اي حاجه. بشرب 6 عصاير في اليوم، تمام، كل ساعتين او كل 3 ساعات. النهارده رابع يوم بعمل فيه دايت. انا بحاول اخس علشان مش عايز ابقى رفيع او مش عارف ايه، بس انا مش مرتاح نفسيا في جسمي. اسمي متضايق قوي لما ببقى قاعد، واللي هو مش قاعد مرتاح عشان في حته باظه من الكرشه هنا. بس احكي لكم بقى شويه يا جماعه على الايه، الانترميتد فاستنج. الانترميتد فاستنج ده يا جماعه بخلاصه كده، هو انت بتصوم 20 ساعه. ال 20 ساعه دي كل اللي بتاكله او كل اللي بتحطه في بقك قهوه بلاك او شاي اخضر او شاي عادي، بس من غير ايه، سكر طبعا، وميه كتير جدا جدا جدا. بيبقى عندك 4 ساعات بتاكل فيهم اللي انت عاوزه، بس طبعا ما ينفعش تشرب صودا، مفيش اي نوع من الغازات، وما ينفعش تاكل اي حاجه حلوه، فاهمين ازاي؟ فالناس اللي بتحب الحاجات الحلوه جود لك، والناس اللي بتحب الصودا اللي هي زيي جود لك. فانا دلوقتي ده رابع يوم. انا عايز افتكر بس رابع يوم ولا لا. النهارده رابع يوم في الدايت بتاع النهارده تاني يوم في الانترميتد فاستنج. بس اول يومين عملت ايه، ديتوكس. خلاص النهارده يوم 1/5/2019، وهاخدكم معايا الشهر ده كله، هنشوف انا هعمل ايه. كل يوم هحاول اديكم ابديت كده صغير على اللي بيحصل في حياتي. يا رب الفيديو ده يشجع اي حد يعمل دايت علشان نفسيته، مش عشان راي ناس، عشان راي ناس مش مهم. اوكي، dont ever think about what people have to say. كل يوم هعمل لكم ابديت كده صغير، او كل اسبوع، او اي كل وقت كده احس ان في بروجرس في الموضوع هبقى اوريه لكم. اوكي، اكتر حاجه بكرهها في حياتي هو ده. اوكي، انا دلوقتي هقيس وزني بعد الديتوكس اللي انا عملته في اليومين، واول يوم انترميتد فاستنج اللي هو الصيام ال 20 ساعه، وانا فطرت بعديها باربع ساعات، وبعدين فضلت صايم تاني لحد تاني يوم. شوف وزننا كام، انا كنت 146، دلوقتي عاوز اشوف بقى وزني كام. اوكي، 1 2 3 143. اوكي نايس، انا كنت 146، خسيت 3 كيلو. حلو، حتى لو كانت واتر فاتس، اي دونت كير، ات از فيري جود. كمان ده انا عمري ما عملت فلوج قبل كده، فانا مبسوط او اكسايتد للموضوع ده. فيلا بينا. صباح الخير. النهارده يوم 2/5. طبعا انت بتقول لك ايه ده، انت لقيت تحلق امتى؟ امبارح حلقت شعري عشان كنت صايم نفسي صراحه، فانا حلقت دقني بقى كده، حلقت شعري كده عشان بس يبقى منظري شويه ايه، ناس تتقبله. المهم النهارده تاني يوم بعمل فيه فلوج. اوكي، النهارده يوم 2/5، بعمل فاستنج برضو عادي، اللي هو هصوم وهشرب قهوه بلاك او شاي اخضر وميه كتير جدا، وهيبقى عندي 4 ساعات افطر فيهم. ف بس النهارده انا ضروري لازم اروح الجيم. هو ايه اللي طالع لي ده؟ sometimes I hate myself. زي ما انتوا شايفين انا عرقان، لسه طالع من الجيم. لا، النهارده اول يوم اروح الجيم بعد فتره كبيره، وانا لسه ما اكلتش، انا لسه صايم، عمال بشرب في ميه. اوكي، هو انا الوحيد يا جماعه اللي ما بعرفش اخد دش في الدش بتاع الجيم؟ عندي فوبيا غريبه كده من الشاور بتاع الجيم. لو انت برضو بتحس بنفس الكلام، بليز ليت مي نو ان ذا كومنتس، عشان بس ايه، ما احسش ان انا الون ان ذس وورلد. اوكي، النهارده يوم 5/5. امبارح كنت المفروض عامل ديتوكس، وعملت ديتوكس، وكنت المفروض اوريكم انا اكلت ايه، بس مع للاسف ما لحقتش اوريكم انا كنت باكل ايه. بس عشان الخص عليكم، انا بيزيكلي امبارح اكلت فاكهه كتير جدا. اول الصبح خالص، اول ما رجعت من الجامعه، الصبح لما رجعت من الجامعه كان وقت العصر كده، اكلت 5 خيارات، 3 جزر هيات، 3 جزر، يعني 3 كاروتس، ماشي. وبعدين رحت نمت وصحيت كنت جعان، فاكلت طبق كبير جدا فيه فاكهه، كان كله كانتالوب، كان فيه 2 تفاح، كان فيه موز، كان فيه موز وتفاح اعتقد، بس كده، بس كان طبق كبير جدا. اوكي، وعملت واحد تاني منه قبل ما انام. فانا امبارح اكلت بس ايه، حاجات كلها فاكهه وسلطه. اقول لكم بقى حاجه بسرعه كده، عشان انا الفتره اللي جايه دي هتبقى حاجه غريبه جدا، اغرب فتره ممكن اعدي عليها في حياتي. رمضان جاي بكره، كل سنه وانتم طيبين. طبعا مش هلحق اقول لكم، عشان مش هلحق امسك الموبايل وافتح انستجرام وكده، عشان بحاول ابعد عن السوشيال ميديا علشان اركز اولا في حياتي، ثانيا اركز في الدايت اللي انا بحاول اعمله، ثالثا اركز في مذاكرتي، رابعا عاوز رمضان ده يبقى شويه كده ميموربل، علشان كل رمضان بيعدي بحس ان هو بيعدي كده، ما تحس ان هو
شهر وعدى خلاص، بس ايام زمان لما كان رمضان بيجي كان بيبقى ليه طعم حلو، فاهمين ازاي؟ اي نعم رمضان ده نص امتحانات بس يعني مش مشكله، يعني احسن من ولا حاجه. يعني انا اخر اسبوعين كده هقعد امتحن في رمضان. النهارده انا مش عامل ديتوكس ولا عامل فاستنج ولا اي حاجه، بس انا هبطل اكل من الساعه 7 لحد بكره بقى عشان هصوم. فانا هنزل اكل دلوقتي عشان بس الحق كده ايه استمتع بالاكل قبل ما افضى، قبل ما اقطع الاكل خلاص. بكره انا هعمل ان بودي، فانا هشوف انا خسيت قد ايه من ساعه ما انا بدات الديتوكس والفاستنج اللي هو الانترميتد فاستنج وكده. هعمل ان بودي. اللي ما اعرفش يعني ايه ان بودي يا جماعه، ان بودي ده اللي هو بيقيس المسلز عندك قد ايه، وبيقيس وزنك الفاتس عندك قد ايه، وحاجات زي كده. وانا ما اعرفش بيقسموها ازاي، بس انا هعملها. انا هروح جيم كل يوم ان شاء الله قبل الفطار بالظبط. يعني انا هروح الجيم بعدين ارجع البيت افطر. هحاول امشي على يعني دايت حلو، يعني انا هحاول اقلل من اكلي. انا طبعا انا قاطع صودا، انا بقالي ده النهارده يبقى سابع يوم اسبوع كامل مش بشرب فيه بيبسي ولا اي حاجه من الحاجات دي، عشان انا بجد بحاول اقطعها. بقالي برده في السبع ايام دول ما اكلتش اي حاجه فيها سكر خالص، يعني انا كنت كل اللي باكله حاجات كده لحمه بقى وكربوهيدرات اند بروتينز اند اول اوف ذيس ثينجز، بس انا ما اكلتش ايه حاجه فيها سكريات، فاهمين ازاي؟ النظام الغذائي هيبقى عامل كده بالظبط، ان انا هرجع افطر، هحاول ما اتسحرش، ولو جعت جدا 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 في وقت السحور هاكل فاكهه، فاهمين ازاي؟ النهارده يوم 6/5، النهارده اول يوم رمضان. في الجيم علشان اعمل الان بودي الان بودي. طبعا انا مش فاهم اي حاجه في الكلام ده. اوكي يا جماعه، اول يوم رمضان، ماما عامله ملوخيه وشوربه ورز ولحمه، وتيلا بتاكل سلطه. انا هاكل عادي اوكي، بس قدامي اربع ساعات بس لاكلهم، اربع ساعات بس اللي هاكلهم. اوكي النهارده يوم 7/5، لازم اخلص جيم. المغرب جدا والناس كلها طبعا زي ما انتم شايفين مفيش حد، nobody is in the street except me I am trying to lose weight for شهر رمضان، فطبعا مش هفطر، هاجي افطر متاخر مع العيله. يلا الحمد لله. النهارده انا كنت بجد مش عارف، حاسس ان انا عاوز استسلم، عشان انا مش استسلم اللي هو من كل، يعني مش عارف، كنت مش طايق نفسي كده، فاهمين ازاي؟ بس الحمد لله كل اللي اقدر اقوله يلا بينا، let's put in work until we achieve what we got. والله يعني كل اللي عليكم يا جماعه تعملوه انكم تشتغلوا وتسيبوا الباقي على ربنا، عشان ده الحاجه الوحيده اللي تنفع، فاهمين ازاي؟ يعني انت ما تفكرش في الريزلتس غير انك انت تحط الورك، يعني انت حط الورك ورك 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 على راي الفنانه الكبيره ريحانه، put in the work put in the work 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 and don't think about the result. مصر يا جماعه ان انت مهما حصل، مهما اتاخرت في وقت المغرب، هتلاقي ناس بتوزع اي حاجه عليك، فاهم ازاي؟ ف dont worry you are going to break your fast. اوكي فدي حاجه حلوه جدا انا بحبها في مصر، اعتقد العالم العربي كله بيعمل كده يعني، ف it's a very good thing. دلوقتي في مزرعه بابا، جايين نشيك بقى ونشوف الدنيا عامله ازاي وكده. انا عاوز اوريها لكم بسرعه. اولا هنا شايفين ده كله؟ نعم 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 يا بابا. يعني انا بحب قوي لما حد يندهني كده محدش يرد، والله بحب قوي اللي بيحصل. المهم فهنا زي ما انتم شايفين دي المفروض كلها زرع، دي ده محمد، دي زي عنابر فيها هنا فراخ، يعني هنا في فراخ، هناك خالص استنوا هناك خالص في خروف بقى وميز وكده، في الاوس any kind of sheep please text me tell me I want sheep. بجد مش بهزر يا جماعه، عاوز بجد اي نوع من الميز او حاجات زي كده let me know. Me and my friend is eating because we are hungry. النهارده يوم 20/5، يوم 15 رمضان. مش عارف، انا حاسس ان انا يعني بحاول قوي بس مفيش اي نتائج، عارفين ازاي؟ شويه متضايق كمان، يعني عندي امتحانات، يعني عندي امتحان بكره وعمال بذاكر و انا فعلا تعبان وبحاول اخس في نفس الوقت وكل حاجه كده، انا تعبت. Very tired. سلطة، جرجير، رز، ميت، مالناش دعوة، كله بينا. النهارده يوم الثلاث، 21/5، 16 رمضان. الأسبوع
الاسبوع اللي فات ده كله يا جماعه كان بجد كان اسبوع غريب، كان كله امتحانات، فانا ما عرفتش امسك الموبايل اقول لكم يا جماعه انا كويس في الدايت. انا صراحه ما كنتش كويس قوي في الدايت، ولكن يا جماعه انا عملت حاجه انا كنت عمري في حياتي ما اتخيل ان انا اقدر اعملها. انا كان عندي كابتن رضا كان عامل مسابقه في رمضان ان في اول 20 يوم المفروض التيم بتاعه يعمل 60 كيلو متر في ال 20 يوم دول. فانا بقى ما سمعتش كلمه 20 دي. 60 كيلو اذن يعني يمشي يجري مش مشكله، مش فارقه معايا، المهم انك تعمل في ال 20 يوم اول 20 يوم رمضان تعمل 60 كيلو خلاص. انا بقى وانا بسمع الكابتن سقطت كلمه 20 دي، فانا كنت فاكر ان في رمضان كله. فانا كنت قبل اخر يوم اللي هو كان يوم 19 كنت انا عامل 46 كيلو ورحت مخلص بقى جيم. يلا يا كابتن هانت باقي لي 14 كيلو اخلص. قال لي انت تعملهم ازاي في يوم؟ ايه؟ راح قال لي هتعملهم ازاي في يوم؟ فقلت له حضرتك يعني ايه ازاي في يوم؟ مش حضرتك قلت في اخر رمضان هيبقى فيه اكمل 60؟ راح قال لي لا بكره اخر يوم، انت ما بتسمعش ولا ايه؟ فقلت له apparently I hear something from here and it turns out from the other ear. فانا طبعا اليوم كله روحت البيت اللي هو how come, how do I, how will. لحد ما تاني يوم بقى جه وصحيت من النوم ورحت امتحنت ورجعت امتحان، رحت نمت I had the power nap of 20 minutes. صحيت من النوم اخدت على بعضي رحت الجيم وقلت يلا. قعدت في الجيم 4 ساعات ماشي على التراد ميل رايح نازل طالع لحد ما عملت 14 كيلو. وادي سكرين شوت ان انا عملت 60 كيلو، انا اخر واحد عملت 60 كيلو. مش مشكله، المهم يعني انا عملتها وخلاص، مش فارقه معايا انا اول واحد ولا ثاني واحد ولا ثالث واحد، انا المهم حاجه ان انا عملتها. انا رايح دريم لازم اخلصش امتحانات، بس ده مش هيمنع ان انا اخرج من الصح. بعد 3 شهور of exams of continuous exams I'm done. الحمد لله I am very happy. النهاردة أنا هاخده free. أنا آسف I don't care. I don't care about the diet. I don't care about the gym. I don't care about anything. All I care about is food in my mouth right now. ممكن الدايت اوكي ما لحقتش انبسط بالايس كريم. الله حتى في الشيت دي اليوم اللي بجد هاكل فيه من قلبي الايس كريم يوم. الحمد لله اتقدم وكفايه خلاص تتندم للشمس للنور للنور مش هيعطلنا صور. وميستش وزني انا بعد رمضان، بس انا خايف جدا يقيس وزني يا جماعه. I'm so scared like I am very 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 scared a very very scared. دلوقتي انا قداني الاستاذ الميزان وهطلع دلوقتي اقيس وزني. انا اخر مره لمست وزني كان وزني 142. انا خايف، انا مش عارف انا خسيت ولا لا، يعني انا مش فارقه معايا اوكي. بس انا اهم حاجه ان انا I feel better و I am very كده، انا حاسس ان انا احسن دلوقتي. The time has come for me اني اقيس وزني. 1 2 3 very go. انا خسيت اوكي. انا يبقى كده في رمضان خسيت 4 5 6 كيلو. 6 كيلو حلوين جدا 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 الحمد لله. I am very proud of myself. I am very happy. عاوز اكل كحك دلوقتي. يا رب يكون عجبكم الفيديو يا جماعه. لو عاوزين بارت 2 من الفلوج ده عرفوني في الكومنتس عشان اعمل فلوج لشهر تاني. واللي عنده اسئله يا جماعه ليها علاقه بالانترميتد فاستنج الدايت اللي انا كنت ماشي عليه يبعت لي مسج على انستغرام دلوقتي حالا. بليز يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويا ريت يا جماعه كلكم برضو تكتبوا في الكومنت دلوقتي حالا I still love food. اشوفكم يا جماعه قريب. باي باي.